يعني احنا اخر ناس في المجموعه، هنكسب دينامو كييف رايح جاي يبقى عندنا 6 نقط، في حين ان بنفيكا هيتغلب الماتشين من بايرن ميونخ هيبقى عنده برضه 4 نقط. نيجي احنا نكسب بنفيكا ونروح نلعب على التعادل قدام بايرن ميونخ وكده نبقى صعدنا. ده الكلام ده كان قبل الماتش، وعقل جمهور برشلونه المتفائل ده، وانا واحد منهم بصراحه بقعد كده متفائل وقاعد اقول ان احنا نكسب دينامو كييف رايح جاي وان شاء الله هنلحق نعوض، بس مع الاسف بنسى اهم قاعدتين في برشلونه، وهي برشلونه بدون مدرب، القاعده الثانيه لا تنسى القاعده الاولى، لان انت لو نسيت القاعده الاولى هتتعب وتقعد تحس ان في حاجات غلط كده بتحصل في الملعب. مثلا يعني مثلا الماتش اللي فات كل الناس بتقول انسو فاتي قدم اداء كويس، اجويرو كانت بدايه مبشره، ولو عايز تبدا بفيرويد صريح ابدا باجويرو مش لوك ديونج خالص، والتجربه بتاعه ديست ناحيه اليمين كهف تجربه فاشله ما تكررهاش تاني. انت سبحان الله جبت كل حاجه عملتها بالمسطره، كملت بالمسطره، احنا بنعمل ايه غلط يا جماعه؟ بنلعب بسجينو ديست ناحيه اليمين وبنحاول ان احنا نلعب عرضيات للوك ديونج لما بيكون موجود، احنا النهارده هنلعب على العرضيات وهبين لكم قد ايه ان لوك ديونج افضل من نيمار في ان هو بيلعب بدماغه. ومعنى كده ان احنا نفضل نلعب عرضيات بقى من اليمين والشمال، جوردي اي كره تجيله طوح على طول لوك ديونج، الناحيه الثانيه من جويزا اي كره بيطلع فيها يعمل دور هجومي طوح للوك ديونج، سيرجينو ديست معطوط ناحيه اليمين عشان يلعب عرضيات للوك ديونج. يا عمي انا نفسي افهم لوك ديونج بتاعك ده انت شايف فيه ايه؟ محدش شايفه يا باشا وربنا صفقه فاشله. انا عارف ان هو هولندي وحاطط جنبه ممفيس دبي علشان خاطر يخدم عليه، وممفيس دبي في كور بتجيله بيبقى عايز يباصيها له علشان خاطر يسجل، واحنا قاعدين كلنا نقول هو ده الفرق اللي هتروح تكسب دينامو كييف في كييف. شويه ملل غير طبيعي، سبحان الله في عز ما انت بتلعب عرضيات لوك ديونج بكي هو اللي بيطلع يجيب لك الجون من كره عرضيه. لا يا باشا احنا بنتحدى الملل، بنتحدى حاجات كتير والله السنه دي في برشلونه عشان خاطر تقعد تتفرج على برشلونه كده. في مشكله في نص الملعب، بوسكيتس وموجود جنبه فرانكي وموجود جنبه جافي، نص الملعب رتمه بطيء شويه برغم ان ديونج وجافي مفترض ان هم يكونوا سرعة في نقل الكوره، ما في مشكله في الشق الهجومي وفي مشكله في الشق الدفاعي. الولد لانجليه لسه راجع بقى، يعني لانجليه بيشكل ثنائيه مع بيكيه، ثنائيه ترميها في عين الحمام، دي موجوده النهارده قدام دينامو كييف. الشوط الاول عدى على خير ومفيش اي كور كانت خطيره احتك فيها لانجلي مع اللعيبه بتاع دينامو كييف، وقلنا الحمد لله قربنا ننسى ان لانجلي موجود جوه الملعب علشان خاطر لانجلي بيفكرني بنفسه كده في الدقيقه 68 عمل واحده قوة عالمي عطاها الفيرو بتاع دينامو كييف، هتلبسنا ضرب جزاء من المستخبيه وتحدينا مش هنجيب جول، احنا جايبين جول بالبركه اساسا، الجول بتاع بكده بالبركه مش هنجيب احنا جول ثاني يا ابن الغباء لو لبسنا ضرب جزاء دلوقتي عشان خاطر الحكم ربنا يستره ويقول لك ده التحام عادي يا معلم، والله انت برنس والله يا معلم، انت حكم محترم والله. عشان نقعد نبص كده هينزل سيرجيو روبرتو صح؟ اكيد هينزل سيرجيو روبرتو، كلنا عارفين كلنا عارفين هو الراجل ده بيبقى عارف ان هو غبي وبيعمل حاجات غبيه، بس برغم كده ان هو بيبقى عارفها، يعني مش عارف انا شخص ومدرب غبي ازاي بياخد قرارات غبيه، هو بيكون على علم ودرايه بيها انا مش فاهمها بصراحه. بدل انك اول ما بتبدا الشوط الثاني كده بتقرر انك تعمل تغييره كوتينيو ينزل وتقرر ان انت تطلع كوتينيو نزل. بصوا هو في ايه في ايه بالظبط في التليفون ده؟ ده جايب لي اللعبه بتاعتنا مكيف. اول تغييره كانت انسو فاتي وكوتينيو وطلع لوك ديونج وطلع معاهم كمان طلع مع لوك ديونج طلع باوسكار منجويزا وعدلها ورجع سيرجينو ديست يلعب باك يمين تاني. طب ما انت عارف ان منجويزا فاكسانا ان هو يلعب باك يمين وفاكسانا الفكره بتاعت سيرجينو ديست هاف دي، ما تعدلها من الاول. وعندك مشكله في موضوع لوك ديونج احد دك يا معلم، هتقول لي لا ما هو اجويرو عنده 33 سنه ما ينفعش يبدا اساسي، يعني هو لوك ديونج اللي لسه عيل صغير ما هو 31 سنه برده وما ينفعش يبدا اساسي ولا احتياطي ولا يلعب في برشلونه اساسا، فاجويرو برجل واحده حطه اساسي هيكون افضل بكتير جدا من لوك ديونج ده لو مش عايز تلعب بين سوفاتي ومنفس ديباي من البدايه ومعاهم كوتينيو. بس كوتينيو هو تقريبا بيقلب طريقه اللعب ل 4-2-3-1 لو بيحط كوتينيو في الملعب، بس كوتينيو يعني تقدر تقول كده ان هو بدا ينطق شويه. كل ده بقى في برواز في مباراه ممله جدا، يعني الماتش كان ممل جدا جدا برغم انه عمل كل ده وراح مطلع جافي ونزل سيرجينو ديست عشان سيرجيو روبرتو اسف عشان خاطر يفكر السيد لابورتا المان لسه على الديل معاك اهو، انت عايز سيرجيو روبرتو في الملعب وبوسكيتس في الملعب وجورد البا في الملعب وبيكيه في الملعب موجودين حاضرين اهو يا باشا، عندك اي مشكله اللعيبه بتاعتك اللي انت بتحبها موجوده اهي عشان 3 نقط ولاعيبتي اللي انا بحبها انت مستمر ومكمل. مش لعيبتك اللي بتحبها موجوده؟ موجوده كلهم اساسيين
لا مش كلهم اساسيين، هحط لك سيرجيو على الدكه وهنزله مكان جافي في الدقيقه 79 كده عشان نخلص يعني، واجويرو هنزله كمان في النهايه علشان خاطر تبقى كل حاجه زي ما انت عايز. وجمهور برشلونه مرضي؟ لا مش مرضي، اداء سيء وزي الزفت، وبيقول ان احنا المعادله اللي كنا قاعدين نحسبها من الاول دي مش ترس كده على خير، لانك بالمنظر ده مش هتعرف تكسب دينامو كييف هناك في اوكرانيا، وبالمنظر ده هتعاني قدام بنفيكا في الكامب نو، وبالمنظر ده هتقعد تشيل لك 8 9 في الاليانز ارينا قدام بايرن ميونخ. لا يا باشا انا مش مبسوط خالص بالثلاث نقط والاداء السيء اللي كانوا موجودين النهارده ده. احنا بتوع اداء، الاداء مش موجود اعمل النتيجه عريضه، انما النتيجه عريضه ولا اداء لا يابا، امك في العيش ولا طارت. وبصراحه تستاهل كل اللي بيعمله معاك هذا الخوار لابورتو، ان هو كل اسبوع يتكلم على مدير فني جديد، وهو كذاب او مش هيجيب مديرين فنيين، بس هو بيقعد يهزاك في الاعلام، واحنا كلنا قرفانين منكم انتوا الاثنين، وقاعدين نقول اهو موسم وهيعدي على خير، حرق الدم وجلطات وحاجات كتيره بتحصل لنا، بس بدانا نتعود عليها بصراحه يعني. قضى الله فرعون، والله لكل واحد لسه واخد الموضوع على قلبه ولسه واخد الموضوع على ستره. خليك رويح يا باروشدي، لسه اللي جاي كتير. ان عجبك الفيديو يا عزيزي اعمل لايك، مع اني عارف انه مش عاجبك، لان انت بتحب حد يطبل لك ويقول لك ان الفرقه جايه وان شاء الله باذن الله، ادوا الكومان 5 6 سنين عشان خاطر يعمل لنا فريق. مش هقول لك انا الكلام ولا نفسي اقوله لك خالص، لان هذا الكومان ما ينفعش ان هو يكمل معانا في الفريق. ليه بقى عزيزي؟ لانك نسيت القاعدتين، ان احنا بلا مدرب، والقاعده الثانيه لا تنسى القاعده الاولى. ان عجبك القواعد والفيديو اعمل لايك، وان ما عجبكش اعمل سبسكرايب، قبل العلامه اللي تحت بتلعب دي ما يبوظ الفيديو.